السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. جانا اتصال دلوقتي يا جماعة من منطقة اسمها الأربع عزب على طريق 45 اسكندرية. المكان ده عبارة عن مزرعة فاكهة، ومزرعة الفاكهة دي مبني على رأس الأرض زي أوضة بيبيت فيها عامل بشكل يومي، وموجود فيها ترس خاص بالساقية اللي بتروي الأرض. واتصلوا قالوا لي إن هم شافوا كوبرا طالعة من تحت الأساس بتاع الأوضة، من تحت الخرسانة بتاعة الأوضة، كانت طالعة بنص جسمها، وأول ما شافتهم رجعت تاني، فطبعا هم خايفين جدا منها. انا متوجه اليوم في الطريق عشان نشوف ايه اللي موجود عندهم، فدعواتكم معانا ان ربنا يسترها معانا، وتابعوا معانا ان شاء الله. بص يا جماعه، هو ده المكان اللي شافوا الكوبرا داخله فيه هنا، فاحنا هنشيل شويه الطوب دول ونبص كده بالكشاف، في اي حاجه ظهرت هنصورها لحضراتكم باذن الله. ده انا عايز ابص عشان في فتحه جنب السير هنا ممكن تكون هي عندها. ده هي مش واصله لده. هي مش واصله لده، هي هنا كده. بس انت منين الخرم ده منين؟ انت بس خليك هنا عشان لو حاجه ظهرت هنا تبلغ. بس يعني مش هنا، يعني ان شاء الله ده دخل الناحيه الثانيه. تاتك ولا ايه؟ لا اهي عندك برضو؟
تحت الجدار. في عندنا بتاع ربع عبدالله. بانش قدامك؟ بص يا جماعة الكوبرا فينا يا جماعة. ايه. فين اللي ما جبتوش اللي بتاع ده؟ بقول لك ممكن تعدي هنا. لا هي هنا اهي. خد الامين ده. لا. وقت كده. يا جماعه الكوبرا شايفينها؟ اهي. شايفها؟ كده انت لو فتحت جوه. مش هتيجي جوه؟ تحت ال كده عند تعالى كده ماسك دماغها بس محشوره جوه. بص يا جماعه دماغها اهي. دماغها اهي بس طبعا ايه محشوره جوه. هنسلك تحت منها شويه. تطلع فيش ليه؟ محشوره جوه عايزين نسلك لها شويه. فكرة. انا حاسس ان دول اتنين مش واحدة. والله العظيم. ايه دول اتنين مش واحدة. يا باشا لا ده انا مسكت دي الواحدة من هنا والتانية جسمها مفصول عنها هناك فدول خلي بالك غالبا اتنين مش واحدة. يا اخي انت كده دخلت جوه. لا. ممكن نكسرولك مفيش حاجة. نكسرولك من جوه احسن. عايز تكسر من جوه؟ من جوه الأوضة. تبقى ريحتني. لا مش احسن. انت كده فرقت تحت نكسره من جوه الأوضة احسن. طب انا بقول لك نفحر جوه احسن. لا ده بعد العمود اللي هي عدت الجدار كده. على فكره عدت الجدار. شفت انت الديل اللي هنا؟ الثانيه هنا. على فكره هم اثنين مش واحد. طب نكسر من جوه؟ يا مسهل الحال. بس عايزين حاجه نكسروا بيها. زي جوه سهله. طب يلا بينا. طب هنا عايزين حد هنا اللي يطلع من هنا. خليك عندك شحنات. خليك هنا شيء. هي تحت دي كده. ايوه. دي كده موجوده في الصاله من هنا. سهله يعني. ما انت بتسمع بطس فاضي تحت منها. هي بتاع دي المشكله ان هي اتلوت معانا. تحت منها اربعه. مفيش حاجه نعدلوها. نعدلها في. جبنا الكوبرا اهي. اهي جت اهي. جت اهي. لا يا الله. ايوه ده بلد. اهي في ده اهي. يا خبر ابيض.
عايزين نتأكد. انا بقول لك واحدة تانية كده يا استاذ. احنا عايزين نتأكد عشان كده. قلت لك هنا هتفشل. ما انا ما اعرفش، انا مش عايزين نبوظ الدنيا. خلوه على جنبته في الأرض. تعال نطلع دي بره الاول وبعد كده ايه نشوف في حاجه غيرها ولا لا. تعال يا طبعا بتغير توب ومش شايفه اي حاجه خالص. كده بدأت ان هي تعمل ان هي ميتة كده. بص عملت نفسها ميتة كده. ايوه تعالى برضو نشوف اليابها عبد الله. بتصور يعني نفل بقى تاني. بص يا جماعه هنا برضو ايه الانياب بتاعتها في الجنب ده بيبقى ناب كده وفي الجنب ده بيبقى ناب. تعالوا كده بقى خليك زمان. تعال يا حاج تعال تعال. ونشوف في حاجة تانية ولا لا، لأن أنا شاكك إن هما اللي لازم واحد. هي دي اللي الولد الفن شافها. الفن شافها ولا تسمعهم. تبقى تشوف حد بس والله أنا من الشيل ولا حتى في روسه. هكذا اللي كشف. شفنا. هنا كده مفيش حاجه. احنا نبص من هنا ومن جوه برضه. هي من هنا كانت على الوش. اه عايزين نجيب نهاية الجحر عشان نتأكد ان ايه؟ ان هي واحدة. يا واحدة تانية اهي اه اهي تعالى يا عبد الله. مش انا قلت لك هما اتنين؟ واحدة تانية تانية اهي. مش انا قلت لك هما اتنين؟ تانية اهي. بس انا لقيت دماغ رايحة في ناحية وجسم رايح في ناحية. تاني يا طلع عايز اهي اهي زي ايه؟ اصل انا لقيت جسم في ناحيه وديل في ناحيه عشان كده
قلت لك هي مش واحده. هتلاقي ثاني. هتلاقي ثاني تحت البلا أكبر من الثاني. تعالى كده عبد الله. سنة لقيت نفسي ماسك ديل وجسم الثانية كله من ناحية ثانية. دي بقى اللي أنا كنت ماسك دماغك. دي بقى اللي انا كنت ماسك دماغي والتانية اللي كنت ماسك ديل عشان كده تشد مفيش حاجة عايزة تطلع. تعال عبد الله. برضو دي انيابها. بص دي فيها نابين هنا، هي بتغير ناب عشان خاطر داخل على تغيير توب، ففيها نابين اهم. وادي الناحية التانية ناب. استنى نطلع الاثنين مع بعض يا عبد الله برضو. والنبي افتح كيس ده كده معايا. افتح كيس ده. بس كيس يا عم والله. يلا بينا نشوف تاني. بص يا جماعه عشان نوضح اللي حصل لو محدش واخد باله من اللي حصل، طبعا الكوبر كانت هنا وزي ما حضراتكم شايفين هنا هي بقت ايه، كسرنا عليها من الناحية التانية ولقينا واحدة هنا في اليمين واحدة هنا في الشمال. وادي الأوضة من جوه زي ما حضراتكم شايفين، دي الأوضة من جوه وربنا يسترها مع الجميع يا رب.